مباشرة بعد صعود الطائرة يتم وضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لها، كاينين الرفوف هنا مباشرة فوق رؤوس المسافرين، ثم يطلب منك وضع حزام الأمان لتقلع بعد ذلك الطائرة. مباشرة بعد ما إقلاع الطائرة تظهر شاشات كثيرة تعطينا بعض المعلومات حول مسار الطائرة، سرعة الطائرة، المسافة التي تم قطعها والمسافة المتبقية، وكذلك درجة الحرارة الخارجية، ثم الارتفاع، ومعلومات أخرى ستشاهدونها في هذا المقطع إن شاء الله. أثناء الطيران وحسب توقيت الرحلة يتم سواء تقديم أكلة خفيفة مع مشروبات أو مشروبات. لحظة الاقتراب من مدينة أكادير والمنظر رائع. هنا لحظة الاقتراب من مطار المسيرة بأكادير. شكرا لكم.